مكانة العالم ومنزلة العالم عند الله عز وجل. نؤمن أن الموت محتوم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقد خاطب الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: إنك ميت وإنك ميت. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ونحن نستحضر الوفاة بوفاة عالمين من علماء المسلمين، نستحضر الآيات والأحاديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يستزد شيئا في القرآن إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وإن طالب العلم لتضع الملائكة أجنحتها له تذللا وطبعا.